يكفي الأنس بالله عز وجل، كما يقال من وجد الله فماذا؟ فقد. ومن فقد الله فماذا؟ وجد. يعني كما يقول بعض العلماء أو الأولياء، يقول لو يعلم الملوك ما نحن فيه من السعادة والأنس لقاتلون عليه. الملوك يتصورون السعادة في المال وفي الجنود والأمر والنهي وفي يعني التلذذ بالطيبات من الطعام والشراب، وإذا كان هو من الرجال يعني التلذذ بالنساء، وكذا كان من النساء فبالرجال هكذا أيضا، نسأل الله العافية. هكذا يتصور، وعاد يعني يتقلبون في أعطاف هذه الشهوات يعني بأقصى ما يستطيعون. لكن الراحة القلبية هي الراحة الحقيقية. نعم هذه لا شك أنها طيبات وأنها يعني لا ننكر ذلك، لكن تأتي بعد. وإذا قورنت بالراحة النفسية في الأنس بالله عز وجل لا تساوي شيء. يذكر عن أحد يسمون الخلفاء، والله أعلم بأمرهم، ربما يقولون من الملوك، ملوك الدنيا عاشوا الخلافة، لكن على كل حال هكذا يذكر عنه، أن كان يدعو العلماء ليعطيهم، ليسألهم ماذا تريدون، ماذا تسألون، فالواحد منهم يذكر حاجته، حد يبى مال، حد يريد بيتا، حد يريد منصبا، حد كذا، ويعطيهم. فدعي إليه فيما قيل كل من يعرف من العلماء، قال هل أتممنا يعني أكملنا؟ قالوا لا، إلا واحد بقى، أخبرنا أن يأتي إليك فرفض. قال يجب أن يأتي إليك، يؤتى به بالقوة. فأتوا به، ماذا يصنع؟ فلما حضر أو أحضر عند هذا الحاكم أو الخليفة، سأله لماذا أبيت أن تأتي عندي؟ قال ولماذا أتي عندك؟ قال لتطلب ما شئت. قال من أمر الدنيا أم الآخرة؟ قال من أمر الأمر الآخرة ما قدر عليه، لكن من أمر الدنيا. وترى هذا الحاكم الخليفة كل يعني يريد أن يظهر نفسه أنه هو الممتن على العلماء، وأن العلماء بحاجة إليه، وهذا ترفع، ما أراد أن يكون لهذا الملك أو غيره منة عليه، لأن قدر العلم أعلى من قدر ملوك الدنيا. فلما أجاب هذا الملك وقال من أمر الدنيا، سأل ما شئت هشتري. فقال أتأذن لي أن أعطيك مثلا؟ قال تفضل. قال أسألك إذا كنت في فلاة، يقول للملك هذا والخليفة، إذا كنت في فلاة في صحراء وعندك زادك في الطريق، فنفد زادك، خلص طعام وشراب المؤونة التي عندك انتهت، وأوشكت على الهلاك صحراء وحدك، فلقيتني في الطريق وأنت توشك على الهلاك، فسألتني أن أعطيك شربة ماء، فإذا قلت لك لا أعطيك أو لا أسقيك شربة ماء حتى تعطيني نصف ملكك، فما أنت فاعل؟ فكر هذا الملك، فكر، قال نعم أعطيك نصف الملك ولا أموت، أحسن أعطيني شربة ماء وأعيش، بيبقى بعد النصف عندي. قال أرأيت لو قلت لك لن أسقيك، لن أعطيك شربة ماء إلا إذا أعطيتني كل ملكك، وإلا أتركك تموت، فما أنت فاعل؟ فكر هذا الملك وفكر، قال والله نعم أعطيك كل ملك ولا أموت، يعني أحسن لي أعيش. قال لا، قال أف لملك لا يساوي شربة ماء. كل هذا اللي تشايف أن أنت ما يساوي شربة ماء. وفي بعض الروايات يعني شوية بطريقة أخرى تروى هذه القصة، يقول لو 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 حصرت، أحصرت يعني امتنع جسدك عن إخراج البول،
هذا مؤلم جدا كما هو معلوم. لا يتحمل الإنسان اليوم أن يخرج يعني ما يخرج منه البول. ألم آلام فظيعة ويسبب له يعني أعراضا وأمراضا خطيرة إن استمع. فيقول يعني وحصرت وأنا يعني وما استطعت لا تنام لا ما قدرت. فقلت ما يعني ما أعالجك أو أداويك إلا إذا أعطيتني نصف ملكك ولا ما خليك تتبول هذه البول. إيش ما تقول؟ قال أعطيك نصف. قال لا مثلا كل ملكي. قال لا أف لملكي لا يساوي بولك. إيش شايفين عمركم يا ملوك ويا غني وشايفين يعني. إذا هذه الدنيا